في صعوبه في الفتره الحاليه في انه تصل لمعلومه موثوقه وما يكون فيها نوع من التضليل او نوع من الانحياز لاحد اطراف النزاع، خاصه وسائل الاعلام الرسميه، سواء كانت قنوات فضائيه، سواء كانت تلفزيون السودان او جزء من القنوات اللي هي حاليا شغاله، يا اما منحازه بشكل كامل لاحد اطراف النزاع، او ما مهتمه اطلاقا بالحرب وما يدور في السودان حاليا. السودان من قبل الحرب هو فيه مشكله بتاعت شفافيه ومصداقيه، بتعتم على المعلومات عشان ما يكون في محاسبيه تجاه الحكومات دي واللي قاعد تعمل فيه، وبالتالي كان في صعوبه بالغه في انك تحصل على المعلومات الحقيقيه. صعوبه الحصول على المعلومات في السودان انطلق من انه الاعلام ذات نفسه داخل الدوله هو منحاز وبيحمل ايديولوجيا محدده. يعني نحاول ان نتواصل مع بعض المحللين لنقف على ابعاد ما يحدث الان وما نستمع. يعني انا كنت بعتمد على الصحف الورقيه ككل، بس القنوات ككل، طبعا ده كله بقى ما موجود هسه. يعني الزول بيعاني عشان تلقى له معلومه، الزول يعني يمكن شويه دبنجه وسودان بكره شويه يمكن يكون دير ذاته، طبعا الزول ما بيصلهم بشكل منتظم، بيعتمد على الاصدقاء في التليفونات. المهم الزول بيعاني، لا واتساب ولا انترنت الا تطلع في حتات معينه حتى تلقي، لكن عامه في اي حته ما بتلقيها. هسي شبكه ما فيش، يعني هنا في الشماليه بالذات الشبكه معدومه، ما بنلقى اي معلومات، بنكون قاعدين ساي، معلومات مقطوعه خالص. بقعد في التلفزيون بحضر قناه الحدث والعربيه والجزيره، لكن صراحه القناه بتاعت الحدث والعربيه هي أنا شايفة كده بأخبار ديمة بمنحازة للدعم السريع، عشان كده أنا بميل أكثر لقناة الجزيرة أكثر التلفزيون والإنترنت، لكن الإنترنت ضعيف، يعني العادي بالأيام بتكون ما في شبكة، 3 أيام 4 أيام بتكون ما في، يعني بنعاني كم يوم عادي ما بنقطع ما بنعرف أخبار. يعني اللي بنلقاه في الانترنت بقت هي نفسها الاخبار اللي بتجي في التلفزيون، لكن لما نجي نسمع او نضرب لناس الخرطوم عشان نتواصل معاه بنلقى الكلام ما ياهو، يعني بقت ما بتصدق، والله ما قاعد نصدق، يعني ناخذ المعلومه من الناس اللي قاعدين هناك في ارض الواقع يدون المعلومه الحقيقيه، لكن لا القنوات السودانيه ولا القنوات الثانيه ما بيديك المعلومه الحقيقيه. بقينا بنعتمد بشكل أساسي على الإعلام البديل أو السوشيال ميديا عموماً، يعني بنلقى الأخبار الموثوقة من خلال الفيسبوك ومن خلال الجروبات بتاعت الواتساب، لأنها يعني فيها نوع من الحيادية والشفافية في إنها بتنقل الأخبار الصحيحة والحقيقية. لو ما طوالي أساساً طبعاً منحاز لل، يعني أصلاً جزء منحاز للقوات المسلحة وبابرهان، وجزء تاني ما يعني حتى الأخبار العالمية قنوات، كان الحدث ولا كان جزيرة ولا كان الإمارات، يعني الزول بحذر بيأخذ المعلومة منه. الشخصيات المؤثرة في المجتمع اللي قاعد تكون محايدة وما منحازة لطرف بتاع نزاع محدد ممكن تلاقي عندها معلومة صادقة أحيانا، زي برضو الإعلام الدولي أحيانا قاعد يكون صادق في نقله للمعلومات، يعني فدي ممكن تكون مصادر نوعا ما بقينا في الفترة دي نتحصل على معلومات من خلالها. يعني في قنوات كثيرة وفي إعلام كثير هو فقد مصداقيته. أول حاجة عندنا الإعلام السوداني القومي تماما فقد مصداقيته، لأنه واضح لنا كلنا إن هو منحاز لأي طرف، وبالتالي هو فقد مصداقيته، أكيد ما حينقل السالب كله الممكن يكون بتسببه لنا الحرب
فبالتالي هو بيأجل لنا الحريق. برضو في جزء كبير من الصفحات أو المنصات الإعلامية كانت بتقوم بأدوار إعلامية في الفترة اللي قبل الحرب، لكن للأسف يعني انحازت لأحد أطراف النزاع وأصبحت هي ذات ذراع إعلامي بالنسبة له، وقاعدة تبث الأخبار بتاعته من غير ما يكون يعني في تركيز على الحاجات الحقيقية الحاصلة، ومن غير التركيز على الحاجات المحتاجة فعلا تسليط ضوء، سواء كان معاناة المواطنين أو الحالة الإنسانية. يمكن يكون في انحياز بشكل واضح، يعني سواء كان انحياز إقليمي سواء كان انحياز دولي، هو يعني السياسة بتاعت المحاور دي مؤثر على الصراع الحالي بشكل واضح. الإعلام السوداني بالتحديد هو في الفترة الحالية دي هو ممكن يكون منحاز بشكل واضح لطرف من أطراف النزاع، وده بيسبب لنا مثلا مشاكل كثيرة. ممكن يكون واحدة منها هي استمرارية الحرب، زائد إنه نشر الخطاب بتاع العنصرية، خطاب الكراهية، ممكن يودي لنا ده لانفصالات جغرافية، انفصال اجتماعي، أو ممكن يكون الحرب ده تتحول من حرب يعني بين فصيلين مثلا أو بين طرفين متنازعين لحرب أهلية ذات بسبب الإعلام الحالي. واحدة من الحاجات اللي بقت منتشرة كثير في الفترة الحالية اللي هي على مستوى الميديا الإعلام الرقمي، اللي هو خطابات الكراهية والخطابات الجهوية. يعني بنلقى مجموعة من الناشطين والمهتمين بالمجال العام يعني بدعوا إلى تقسيم السودان، وزي أمثال دولة النهر والبحر، وفي خطابات بتدعو لأنه تقسيم غرب السودان وكده وتقسيم دارفور وكده. فيعني دي من الخطابات السيئة جدا جدا، وللأسف الأسيف يعني قاعدة تلقى ترويج عالي وبتلقى متابعين ومؤيدين. بس ما قاعدين نشوف انه مثلا في اعلام قاعد ينقل الانتهاكات اللي قاعد تتم من الطرفين، يعني بقدر ما انه هم ذات نفسهم في الفتره الاخيره بيقوا قاعدين ينقلوا انتهاكاتهم لبعض بس، لكن ما في اعلام حقيقي كده قاعد ينقل الانتهاك ده على انه هو مشكله وضروري انه نوقف الحرب وخلافه. يعني لا، هم بينقلوا الانتهاك ده باعتبار انه المفروض يستمر بهذا الشكل. يعني فللاسف يعني ما في اعلام. مفترض يكون في دور جديد، انه يكون في اعلام جديد يتصدى للخطابات دي ويركز تماما على وحده السودان ارضا وشعبا، ويعني يهزم الناس ديل في المعركه في الميدان بتاعهم اللي هو الميدان بتاع الميديا ده. ضروري يكون فيه حمله قويه تنفي الخطابات دي كده وتاكد على وحده السودان، لانه دي الحاجه المحتاجين لها نحن، وبها بننهض يعني ببلد واحده مستقله وذات سياده.